انت يا صاحب الذنوب والمعاصي يذوقك الله الهم والغم بسبب الذنوب والمعاصي, هذا يسميها الله في القرآن ايش؟ العذاب الادنى. ليش الله يذوقك العذاب الادنى دون العذاب الاكبر؟ عشان ترجع. ليش الله يجعلك اذا عصيته واذا بعدت عنه يجي في قلبك هم وغم؟ وهذا يسمونه ويسميها الله في القرآن العذاب الادنى. ليه؟ اسمع. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلنا إذا تبت أول ثمرة لك وأول هدية من الله لك يا من تريد التوبة إيش؟ الجنة. ما تكفي بس جنة؟ لا, زي ما قلنا في أول المحاضرة حتعيش متعة, متعة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. طيب أنا الحين جنة ومتاع حسن, لسه أنا الحين جنة عظيمة ومتاع حسن, أنا بتوب خلاص أبغى أتغير, بس بقي لي مشكلة, البلاوي اللي سويتها, المعاصي اللي عصيتها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شيخ يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات, جالس معك على جنابة ويعفو عن السيئات, نكسى الحشيش في جيبي ويعفو عن السيئات, زنا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لواط. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.